السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. معانا النهاردة مع فيديو رقم 6 من سلسلة Penetration Testing Labs بعنوان DNS Spoof Attack. تعالوا نتكلم الأول عن مفهوم ال DNS أو Domain Name Service. لو أنا مثلا عندي راوتر، الراوتر ده مثلا متصل ب سويتش، والسويتش ده مثلا هنا متصل بجهاز كمبيوتر. هنفترض الراوتر ده طالع على ال ISP. طيب ال ISP ده مثلا هنا متصل ب سيرفر الفيسبوك مثلا، لو بفرض ان الجهاز ده مثلا هيخش على الفيسبوك، فمثلا هنفترض ان ده مثلا ايه فيسبوك مثلا .com، والاي بي مثلا بتاعه هنفترض ان هو 74.5.6.3. تمام، هفترض في برضو عندي دي ان اس سيرفر ده بتاع الجوجل، الاي بي بتاعه 8.8.8.8. دلوقتي الجهاز ده لو انت فتحت البراوزر ورحت كتبت مثلا ايه، رحت كتبت مثلا على البراوزر www.facebook مثلا .com، فبالتالي الجهاز هيطلع على ايه؟ المفروض هتقول لي انا الجهاز بتاعي هيطلع على سيرفر الفيسبوك، صح ولا لا؟ ده كلام جميل، ولكن الكلام ده مش صحيح. الجهاز الاول انت دخلت عليه www.facebook.com، الجهاز محتاج عشان يوصل لسيرفر محتاج الديستنيشن اي بي، محتاج الاي بي بتاع السيرفر، ولكن انت كتبت له دومين نيم، انت كتبت له facebook.com، كتبت له اسم. فالجهاز الاول بيفتح كونكشن مع سيرفر الجوجل، الدي ان اس سيرفر بتاع الجوجل. الدي ان اس سيرفر بتاع الجوجل بيبقى عنده جدول بيتسمى كده دي ان اس، الدي ان اس ريكورد. بيبقى في الدي ان اس ريكورد مثلا ان فيسبوك مثلا الفيسبوك مثلا الفيسبوك ده مثلا الترجمه بتاعته، او ان انا الفيسبوك دوت كوم ده الاي بي بتاعه 74.5.6.3. واضح؟ يوم انت يبقى انت بتفتح كونكشن الاول مع الدي ان اس سيرفر، يوم الدي ان اس سيرفر بيبص على الدي ان اس ريكورد بتاعه، بيشوف الاي بي بتاع الدومين نيم ان انت دخلته، وبعدين بيبعت لك الاي بي ده، بيبعت الاي بي ده للجهاز، ويصبح هذا الاي بي هو الديستنيشن اي بي بالنسبه للجهاز. يعني مثلا انا لو عايز اجرب مثلا ايه، افتح مثلا هنا الكوماند برومبت سي ام دي، ولو انا كده كتبت مثلا نت انس لوك اب، خلي بالك هنا بيقول لي ايه الديفولت سيرفر جوجل داش بابليك داش دي ان اس داش اي دوت جوجل دوت كوم، ده الدي ان اس سيرفر بتاع جوجل، والادرس بتاعه 4 8. لو انا جيت قلت له مثلا قول لي الاي بي بتاع سيرفر الفيسبوك www.facebook.com، هيقول لك ان الاي بي بتاعه 179.60.192.3. لو انا جيت قلت له مثلا قول لي الاي بي بتاع مثلا msn.com، هيقول لي الاي بي بتاعه 204.79.197.203. واضح؟ انا بقى الاتاك بتاعتي قايمه على ايه؟ الاتاك بتاعتي ايمن، نرجع بقى ايه الديزاين تاني، ان انا هروح هنا على الراوتر وهوصل هنا بسويتش، السويتش ده هوصله بجهاز كمبيوتر. تمام، الراوتر ده طالع على الاي اس بي، ومثلا هفترض ان انا هنا عندي جهاز الكالي لينكس، فبالتالي مثلا انا هقول ان ده بي سي 1، ده مثلا الهاكر، وده مثلا راوتر 1. بالتالي بقى الجهاز بتاعك اول ما هيخش، او جهاز الضحيه اول ما هيكتب www.facebook.com، جهاز الهاكر هو اللي هيرد عليه، هيقول له ان الاي بي، هفترض مثلا ان انا عندي نتورك اي بي هنا 10.0.0.0/24، فالراوتر هنا مثلا هياخد دوت 1، الجهاز بتاعك هنا مثلا الجهاز الضحيه هياخد مثلا دوت 3، انا الكالي لينكس عندي واخد مثلا دوت 2. فبالتالي الكالي لينكس هيروح يقول له ان www.facebook.com الاي بي بتاع السيرفر بتاعه هو 10.0.0.2، وبالتالي الجهاز هيفتح كونكشن على الكالي لينكس.
انت وظيفتك هنا بقى كهاكر، او وظيفة الهاكر بيعمل هنا ايه؟ بيرفع صفحة الفيسبوك، صفحة مزورة للفيسبوك، بيرفعها على الاباتشي سيرفر. طبعا كلنا الناس اللي دارسة نتورك او الناس اللي دارسة ويب ديفلوبمنت عارفة سيرفر اباتشي. سيرفر اباتشي ده ويب سيرفر بتهوست عليه او بترفع عليه صفحة الانترنت، صفحة الموقع اللي انت هترفعها، وبالتالي بتصبح بابليك، ان اي حد ممكن يخش عليها عن طريق ان هو يكتب اتش تي تي بي سلاش، ان هو مثلا يكتب اتش تي تي بي دبل كولوم سلاش سلاش مثلا 192.168.168.1.5، يبقى بالتالي اللي هيخش على مثلا، هنفترض ان انا مثلا اي بي كاري، مع ان اي بي كاري عندي 10 0.0.2، بس هفترض ان الاي بي بتاعه، لو انا جيت سطبت الاباتشي سيرفر ورفعت على الاباتشي سيرفر صفحه الفيسبوك، فبالتالي هيصبح ده اول الفيكتيم، اول ما يخش على الاي بي ده هيدخله على صفحه الفيسبوك المزوره اللي هي على الكالي. ولكن طبعا انا مفيش فيكتيم هيكتب كده، الفيكتيم هيكتب www.facebook.com، وده وظيفة الدي ان اس سبوف بتاعي، ان هو هيروح يقول له ان www.facebook.com هو الاي بي ده. فبالتالي انت عندك على الكالي لينكس هترفع صفحة الفيسبوك المزورة على الاباتشي سيرفر اللي عندك على الكالي، ثم بعد كده الفيكتيم اول ما يفتح www.facebook.com هيجي يدخل على الصفحة المزورة بتاعتك، هيكتب اللوجن والباسورد، بالتالي هتظهر لك اللوجن والباسورد بتاعك. تعال نشوف بقى ايه الاتاك دي هتتعمل ازاي. انا دلوقتي على الكالي لينكس، الباسورد هنا تور، تمام. هفتح التيرمينال، لو انا جيت كتبت دي ان اس، لا لو انا جيت كتبت ليف باد اي تي سي اتر اتر دوت دي ان اس، افتح الملف ده، ده ملف الدي ان اس ريكورد اللي على الكالي. انا هكتب مثلا في المكان ده ان www.facebook.com space a space a، يعني ترجمة ان الاي بي فيرجن 4 بتاع www.facebook.com هو 10.0.0.2، اللي هو ايه الاي بي بتاع الكالي. لو انا رحت مثلا هنا شفت اي بي اف كونفج، اي بي الكالي هنا 10.0.0.2، تمام اهو، واسيف الدي ان اس ريكورد ده، وبعدين هكتب ايثر كاب، ايثر كاب داش تي داش كيو داش ام ار ار ريموت داش بي دي ان اس سبوف سلاش فلاش، و لسه ال دي ان اس سبوف سلاش سلاش في مشكلة مثلا في الكوماند، تعال نشوف مرة تانية اهو، تمام. ادي كده الدي ان اس دلوقتي يشتغل معايا. لو انا رحت على البي سي 7، لو انا رحت كتبت بينج على www.facebook.com، تعالوا نشوف بقى ايه اللي هيحصل. لسه بيرد عليه طبعا بالاي بي بابليك بتاع الفيسبوك، ولكن انا طبعا ايه هعمل ريست لكارت النتورك. هعمل هنا ديسيبل، كليك يمين هعمل انيبل، اجرب بقى اعمل هنا بينج www.facebook.com. لسه برضو الدي ان اس هنا لسه ما اتعرفش على الدي ان اس لوك اب، تمام. اروح ارجع للكالي اظبط برضو ايه دي ان اس ريكورد، اشوف هو شغال ولا لا. دي ان اس ليف باد اتر،
ETC EtherCAB Ether.DNS. اهو انا فعلا هنا كاتبه. تمام هو ارجع برضو هنا للبي سي بينج برضو جرب. لسه برضو في مشكلة. ادخل مثلا انا امر ايكو 1 سس نت اي بي ريبور اي بي فورورد. هنا برضو هعمل هنا كنترول سي هعيد ال تمام. الام دي المفروض تكون ام كابيتال. تمام كده بس كده كده ان شاء الله المفروض هيشتغل. هو بس كان في غلطة في الكود. طيب مرة تانية كده اهو. بصوا يا شباب، انت لو لاحظت هتلاحظ ان هو بيرد دلوقتي ايه بينجينج www.facebook.com من 10.0.2. تمام كده. طيب ده كلام جميل جدا. فاضل ان انا هرفع صفحة الفيسبوك، الصفحة المزورة بتاعت الفيسبوك. طيب ده كلام جميل جدا. الاول هعمل بينج من الكالي على www.google.com، هتاكد بس، او facebook.com، هتاكد ان الكالي بيعرف يبينج على الفيسبوك. تمام. وبعدين هكتب set to cat و agree terms y. تمام. social engineering attacks website attack vector website attack vectors و credential harvester attack method 3 site cloner 2 و هكتب الاي بي هنا بتاع الكالي لينكس و enter url to clone www.facebook.com و استنى شوية. واي بيقول لي هل اران الاباتشي؟ قلت له اه تمام، ران الاباتشي عندك. تمام. طيب لو انا مثلا جيت على انترنت اكسبلورر دوت فيس دوت كوم، هو دلوقتي يعتبر دخل على صفحة الفيسبوك بتاعتي، صفحة الفيسبوك اللي هو رفعها، الصفحة المزورة. طبعا هي مش ظاهرة عندي البلاجنز بتاعت الفيسبوك لان انا محتاج بس اسطب الجافا سكريبت عندي والادوبي فلاش. فالمهم يعني انا مثلا لو هو دخل مثلا البريد هنا مثلا احمد، انا احمد @hotmail.com، ومثلا كلمة السر هعملها مثلا ايه احمد 123 مثلا. حلو. وهدوس هنا. حلو قوي كده. طبعا هو ما دخلش على الصفحه، ما دخلش على الفيسبوك لان انا رافع الفيسبوك على صفحه مزوره. فبالتالي اروح على صفحه الدي ان اس بروف بتاعتي. هتلاحظ هنا اهو يوزر هو احمد دوت رافت 880 ات هوت ميل دوت كوم، الباسورد احمد وواحد اتنين تلاته. وطبعا هو رفع صفحه مزوره، رفع صفحه مزوره بالتول بتاعت الست تول كيت. لو انا عايز اروحها كده اشوف في الصفحه المزوره اللي هو رفعها في الفولدر ده، هي دي الصفحه المزوره طبعا اللي هو رفعها. دي طبعا اللي اليوزر دخل عليها اليوزر نيم والباسورد او الايميل والباسورد. هو بتجي لك على صفحه الدي ان اس سبوف، يجي لك الايميل والباسورد على صفحه الدي ان اس سبوف. انا خلصت النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.